الله الرحمن الرحيم. حرام عليك يا جماعه، يا جماعه هنلغي لو ما سكتوش. يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يوم مشهود، هذا يوم من أيام الثورة، هذا يوم من أيام مصر الجديدة، هذا يوم انتظرناه طويلا المصريون جميعا. الآن بفضل الله يؤكدون على استمرار الثورة، المصريون اليوم يؤكدون على امتلاك إرادتهم، المصريون أحرار. الثورة المباركة، يوم انتخابات رئاسة الجمهورية لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. نحن جميعا في فرح شديد كبير، مصر كلها اليوم في عيد من أعيادها العظيمة. المصريون كلهم اليوم يحمون ثورتهم، يتوجهون بهذه الكثافة كما ترون في كل مكان، إلى لجان الاختراع، إلى صناديق الانتخاب، ليؤكدوا على أنهم أحرار، أن في مصر رجال ونساء، شباب، كبار، أغنياء، فقراء، عمال، أساتذة، فلاحين، مهنيين، مسلمين، مسيحيين، كل هؤلاء أبناء مصر اليوم يحتفون ويحتفلون بهذا العيد، عيد مصر الجديدة. هذا اليوم الذي نتحرك فيه جميعا كما رأيتم لكي نؤكد على أن المصريين قادرون بوعيهم وإرادتهم على اختيار رئيس منتخب يحمونهم الثورة، يحمون صناديق الانتخابات، يحمون حرياتهم، يمارسون الديمقراطية بأعلى درجة من القدرة على التمييز والوعي والإدراك. هذه خطوة مبادرة، خطوة مبادرة منا جميعا لكي نبدأ طريق النهضة، لكي نبدأ الاستقرار بعد نقل السلطة التنفيذية إلى رئيس منتخب، وبعد أن أكمل المصريون انتخاباتهم للبرلمان بغرفتيه بحرية تامة. اليوم استمرار المسيرة، اليوم التأكيد على الحرص على الحرية والشفافية، اليوم بداية طريق طويل نسير فيه معا لكي نبدأ خطوات التنمية الحقيقية والاستقرار. لا شك أن ما نراه وما تنقله الآن وسائل الإعلام عن 13,104 لجنة فرعية و351 لجنة عامة في مصر كلها، الآن العالم يشهد ميلاد مصر الجديدة إن شاء الله بإرادة المصريين. أنا أريد من هنا أن أحيي الشعب المصري كله، أفتخر وأعتز بانتمائي إلى هذا الشعب، إلى هذه الأرض، إلى أرض مصر. نقف اليوم في وسط الدلتا، في الشرقية، في الزقازيق، ننطلق إلى المستقبل إن شاء الله. تحية إلى كل أبناء الشعب المصري، أؤكد لهم أن الحب بينهم والأخوة والوحدة هو ضمان استقرار الوطن، وإن غدا إن شاء الله لأفضل من اليوم ومن أمس. مضى الأمس بما فيه من سوء
وما فيه من تزوير، ولم نشهد أبدا هذا في جيلنا ولا سمعنا عنه قبل ذلك. الحرية، الانتخابات الحرة، الإرادة الحرة، الاختيار الحر. تحية واجبة أيضا إلى كل المصريين في الخارج الذين ساهموا بفعالية، والذين وقفوا أيام يصوتون لأنهم حريصون على المشاركة على مصلحة الوطن، وأشكرهم بصفة خاصة على اختيارهم وتحميلهم المسؤولية لي، حيث أبرزوا أنهم بأغلبية واضحة صوتوا لشخصي الضعيف. أرجو الله أن يعينني سبحانه وتعالى لكي أكون عند ظنكم وظن المصريين في الخارج وفي الداخل لإقامة دولة الحرية، دولة الديمقراطية، الدولة الدستورية، الدولة المستقرة، الدولة الحديثة إن شاء الله. أحييكم جميعا يا رجال الإعلام وأرجو لكم كل الخير. دكتور هنظم الأسئلة بعدين حضراتكم، رويترز، رويترز الأول بعدين حضرتك، رويترز، دكتور رويترز، هناخد خمس أسئلة إن شاء الله بعدين حضرتك. رويترز، فين رويترز؟ المشهد الانتخابي الآن أروع ما يكون. المشهد الانتخابي الآن يعبر فعلا عن حرية حقيقية وعن إرادة مصرية واعية، وأريد له إن شاء الله وأتمنى أن يستمر إلى آخر يوم الغد إن شاء الله. بعد ذلك نسمع ما يسرنا من نتائج ان شاء الله. دكتور هل انت واثق من نتائج هذه الانتخابات؟ نظم الاسئله في تنظيم الاسئله، اول قرار جمهوري هيكون ايه؟ انت سالت سؤال دكتور، في حاجه خلي غيرك يسال يا حبيبي. العربيه اتفضلي حضرتك، حالك بص حضرتك، اتفضلي حضرتك، اتفضلي حضرتك، معلش بعدين حضرتك، بعدين حضرتك، اتفضلي حضرتك، اتفضلي اتفضلي يا واحده، يا واحده يا فندم، يا واحده يا واحده، اتفضلي حضرتك، دكتور محمد اتفضلي حضرتك، اتفضلي يا جماعه، عايز اتفضلي اتفضلي يا دكتور. حضرتك قلت ننتظر نتائج الانتخابات، هل ستقبلون بنتائج الانتخابات حتى لو جاءت بأحمد شفيق؟ المصريون قادرون على حماية الانتخابات وحماية الصناديق، ولن يستطيع أحد أن يزور إرادتهم. هذه الانتخابات لن يستطيع أحد أن يزور إرادة المصريين. الثورة داست بأقدامها كل المنحرفين والفاسدين، مبارك وعصابته المجرمة أزيحت، واليوم تستمر الثورة ليعلن أبناء مصر جميعا أنهم يختارون الأنسب والأفضل بالنسبة لهم ليعبر عنهم، ولا يمكن أبدا أن يعود أحد من النظام البائد الفاسد الساقط ليؤثر على هذا الشعب. لن يسمح الثوار، لن يسمح الشعب المصري بأن يعود أي أحد له علاقة بالنظام الفاسد السابق المجرم، لأن هذه العصابة أفسدت الوطن، وأذنابها يعرفهم الشعب المصري ويستطيع أن يميز، ولن يتمكن أحد من هؤلاء الأذناب أن يصعد مرة أخرى على اكتاف هذا الشعب. دكتور المؤشرات، رويترز، رويترز فين؟ احنا رويترز في ترتيب الاسئله. دكتور محمد، اللجنه العليا ما اعطتش اوراق اسماء الناخبين لسيادتك، ارجع بقى مكان. لا لا لا، في ايه المشكله دي؟ لا ما لدي من معلومات ان القانون ينفذ اليوم، القانون ينفذ ونحن نحترم القانون، وأي تجاوز للقانون أو خرق لهذا القانون مسؤولية اللجنة العليا أن تحاسب من يشذ عن القانون أو لا يحترم القانون. دكتور المؤشرات تقول أنه في هناك انخفاض في شعبية الإخوان، هل تؤثر عليك؟ تفضلي. المجلس العسكري أعلن بالأمس على لسان اللواء ممدوح شاهين، هذا ما جاء في وسائل الإعلام، أنه الآن ليس هناك إعلان دستوري في هذا الوقت،
وقال أيضا ما قرأته وما نشر على لسانه منسوبا إليه، هذا في الإعلام، ما نشر منسوبا إليه أن الإعلان الدستوري ليس وقته الآن. آخر سؤال بعد إذن حضراتكم، آخر سؤال تفضل تفضل تفضل. دكتور أنت واثق من الفوز؟ دي واحدة دي واحدة. نحن على ثقة تامة بأن الشعب المصري سوف يختار اختيارا حقيقيا، وأؤكد أن إن شاء الله هذه الإرادة ستميز وتفرق بوعي بين من يحمل مشروعا نهضويا واضحا ومن لا يملك هذا المشروع. المصريون قادرون على الاختيار الصحيح إن شاء الله. شكرا لحضراتكم.